بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, beste ouders thuis, beste kinderen, beste juryleden, beste mensen, welkom allemaal bij onze eerste Koran-competitie die wordt georganiseerd door de Yunus Emra. Vandaag staat in het teken van de finale. En vandaag hebben de kinderen keihard hun best gedaan om hier te komen. Ze hebben namelijk al die tijd lopen oefenen. We hebben de halve finale op locatie gedaan. En dit zijn de kinderen die vandaag door zijn gegaan naar de finale. يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Het was een hele goede recitatie, mashallah. Het deed, het voldeed ook aan de voorwaardes, de regels. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو
والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Wij vanuit de jury hebben geen toevoegingen, opmerkingen. Alleen, inshallah, dat je zo doorgaat. En mogen Allah je beschermen van ayn, van hasad. En dit geldt ook voor de rest, inshallah. We nemen van elkaar ook voorbeeld aan. Barakillahu fiek en jazakillahu khairan. التحفيظ ربيع يختال بزهر البستان والزرع قلوب تالقة لتذوق جمال الإيمان درم بالخير. Wil jij nog iemand bedanken of wil jij nog iets zeggen tegen iemand? Je ouders? Ik wil iedereen bedanken die er vandaag was en mijn ouders. MashaAllah, dankjewel. Mogen Allah ons allemaal belonen. Dankjewel, MashaAllah.